لا تطيح، لا تطيح مرة. طيب هذا الجامع، هذا الجامع، هذا أكبر مسجد. طيحش في ما نطيحش في الجوامع أنا. كان طالع معايا واحد درك قال لي أكبر مطارات، أكبر عدد للمطارات اللي كاينين في العالم كاين في الجزائر. بصح ما عرفتش هذه، حبيت هذه كيفاش ديرها، هذه باش تطلع مع واحد كيما هكا مبات بان في الفوطو وكذا، ما عرفت لهاش. جبت لهم وحده بريقله. ايش والله العظيم اللي هذه دير مليار. الجماعة مساكنة بيستناو فيها بستين مليون. كنت ظلمني قلت لك ماكش حاب الخير للبلاد. قال لي قبيلة واحدة تشوف فيها كحلة، قلت والله ما نشوف فيها كحلة، قلت نشوف فيها أكثر من كحلة. كنت هضر معاك يقول لك أنتم راكم أعداء وراكم حابين بغيت ديروا لنا الفتنة. والله ايه، قال لك راكم تسبوا في الجزائر وتسبوا في بلادكم. هما عارفين باللي احنا عقاب العصابه، هما يعرفوا هاد الصوره، ما يعرفوهم يعرفوا. بس الله غالب تمشي لهم في الدم، القواده تمشي لهم في القواده تمشي لهم في الدم. خويا مراد ما عندكش كيفاش يخرج تبون يقول لهم بلي راكب فوقكم تجيهم نورمال. القواد هذا هو جيده كيما هاك نورمال. انت شفت واحد خاطفينه كيما هذا عبد الحميد بوزيزه مسكي ربي يفرج عليه، مخطوف تسيب الذباب تاعهم طايح ويسب فيه وموش عارف المصير تاعك كي داير، باسكو هادو مخدومين هاك، هذا ذباب مخدوم تسير فيه مخابرات وتحكي مخابرات، هي مخابرات اوليو باش تحكي معاك ديريكت ولا تفرغ قلبها واش ديريكت وتروح تكري الذباب بلي فو كونت وتمرر لي ميساج تعطيهم. تعطيهم مثلا تكتب لهم ليستا تاع تعليقات تبعثها لهم بار واتساب، ليستا تاع تعليقات اللي راه محاكمين الذباب الالكتروني. وذباب الالكتروني واش هو؟ هو سيدي ماشين واحد قابض ماشينه تمشي 100 كونت، صح؟ صافي دير ما كاش 100 واحد اللي راه يكتب، كاين واحد يمشي في 100 كونت، 10 يمشوا في 1000، 1000 صايحين عليك، 1000 تمشي في 100000 كونت بار اكزومبل. من بعد واش يديروا؟ يرسلوا لهم ليستا تاع تعليقات، وهذوك التعليقات مختلفه، وهما واش يديروا؟ يبدو كوبي كولي في التعليقات اللي بعثوهم، ينسخ يعلق، ينسخ هذا يخدم ما يزيد من عنده، ما يبغي يحاول يسكتك. هو يعرفوا، هما يعرفوا الاحداث اليوميه واش صاري في الاحداث اليوميه، غادي يعرفوا لي ديسكور اللي غادي تحكي فيهم، يوجدوا لك ليست تاع تعليقات ويبعثوهم. قالوا عند مراد تروح من نروح من نروح من نروح من وفي الاول ولا بروف ذباب كاين في الفيسبوك، ماشي ما كاش عرفته مليون مرة. علاش؟ لأن في شريحة واسعة من الشباب، صح، الشباب وخاصة أصحاب 18 سنة و 17 سنة حابين يربوهم في التيك توك على أنه لي ينتقد ولا يكريتيكي، لي كريتيكي تبون ولا شنقريحة، فهنا راه ضد العسكر ولا راه ضد الدولة. يغرسوا لهم هذه الثقافة، اسمع، يغرسوا لهم هذه الثقافة في راسه. تي لاج دو 17 18 تبقى لا راسخه هذا الخرافه في راسه ويبقى يتمشى بها بهذا الفكر. على بالك بعد 5 سنين بعد 5 سنين ولا 6 سنين اروح انت وقول على هذا الفكر من راسه، ما تنجمش، يكبر عليها، يكبر عليها. فهنا من ضروك لازم يكون كاين اعلام موازي في التيك توك. يسمع من جهتين، هو تاع الذباب تاع ابله اوتوماتيك ما غاديش يقنعه كي يكون كاين الطرف الاخر اللي غادي يهدم هذاك المير اللي يتبنى في ابله. فهنا يجي صعيبه عليه باش يقنعه عبلاوي كيما واحد مسميه بخرا وجماعه وبيجي ومش عارف الخرد هذاك تاعهم تاع التيك توك. فهنا تجي صعوبه لانه غادي يضاعف المجهود تاعه باش يقنعك، وطونكو كاين واحد اخر اللي راه مانع هذاك الاخر، راه يزيد يوري لهم ويكشف لهم
في السيستم تاع العصابه كيفاش تخدم والبروغرام تاعهم. فهنا هذه راهي مهبلتهم في التيك توك. ايه والله غير مجيشين الحاله هنايا في تيك توك. شوف كي دخلت انت على التيك توك لقيت عالم واحد اخر ولا ما لقيتش؟ يعني فيسبوك فيسبوك عاد عاد منعزل فيسبوك تلقى روحك تهضر وحدك. اكزاكتومون. عازلينو عازلينو فيسبوك ما من الناس. انا يحكي لي واحد الاخ قال لي في معتقل الكلام كل كبير واحد المعتقل اللي يحكي لي مسكين من الحراك قال لي والله كنا في السجن قال لي تيك توك ينعتوا لنا غير الناس الناقصين يعني ما ينعتكش حكا واحد يقول لك لا شمال لا شتا كلمه هكا كلمه في المعقول ما كانش قال لي غير خرطي قال لي يبعثوا لنا رساله باللي لا حبيت تعيش لا حبيت تعيش في الجزائر لازم دير كيما الناس ساقطين هكا يعني شو دوك انا نحكوا في هذه السيجي دروك ديجا راه معاك دروك 1600 في اللايف تاعك وانا معايا 4200 كي يكونوا نطلعوا مع بعضنا ونطلعوا اللي كون تاع بعضنا هنا راك في بروبليم سيستم راك دير لها في مشكل واحد اخر صح بعد ما كان يبردع في الناس وطالق روحه ومحتل التيك توك لان ما تنساش باللي خوتنا مام اللي بغوا يهضروا تهضر عليه في البلاد اللي يبغي يهضر مسكين يخاف يقول كلمه في تيك توك يطيروا عليه يردوه هذوك لي جان لي جان داروا مشهد تمثيلي على واش صرا في الصطاد شفتوا هذوك لي جان نعقل عليها في الدخله تاع الصطاد داروا مشهد تمثيلي غير يمثلوا كيفاش ينقبعوا كيفاش يضربوا هذيك حقيقه رايت ماشي حاجه اللي جابوها جديده من الرصان قزوله عادي راه يضل تسيركل الفيديوهات هذوك تاع لابوليس كيفاش طايحين على زوونه في الصطاد عند الدخله تاع الصطاد بورتو ناس مخلصه بدرهم مول ولاد الشواكر يفوتوا برا ما تشوفها ما يدخلوا ديك الاخر المنصه الشرفيه اما اولاد الشعب المساكين شاريين تيكيات وباكاين اللي بايتين في الصطاد وكاين اللي جاي من كل بلاصه يطيحوا عليهم داروا مشهد تمثيلي للحادثه اللي صرا طاروا عليهم خطفوهم فما بالك واحد يدخل يتكلم في السياسه فهنا رهبوا الناس باش ما تتكلمش البوليتيك في التيك توك اوكي احنا كنا مع الفيسبوك واليوتيوب نخلقوا في المنصه الاعلاميه التيك توك كانت مساحه واسعه ليهم هما يعني طالقين محاشاك مكسلين رجليهم صح والله غير صح مكسلين ما كانش يديرونجيهم كاع المهمه كانت ليهم سهله وسهله جدا بصح كانوا يحطوا في المقاطع تاعنا احنا تاعنا كانوا يحطوا فيهم يحطوا فيهم ماشي كيما انت تقابلهم وتهضر والقصانك تعرفوا هي والقصان وزيد يحط لك دوك انت مقطع فيه 30 ثانيه ويفوتها على شكل كوميدي كيما باغي هو فوتها لك ضحك ولعب وشفت انا واحد يقلب داك شفت المهم بصح انت كي تجي دير لها ديسكور تاع زوج سوايع ولا ثلاثه وتقولهم لها كاع سي ديفيرونس كاينه منها واحد ماشي كيما راه باغي يسوق لك هو واش باغي الناس تسمع وماشي كيما انت راك تهضر ديريكت اون ديريكت صح فهنا وكي دخلنا لهم التيك توك بداو يهيجوا وين راح يروح تبون درك يشتري الماتش من راح يروح عند شنو ما عندهاش كيفاش يدير واعر عليه خدمه كبيره ماهوش تيك توك ماهوش كيما الفيسباك فيسبوك ديجا اصلا منصه سياسيه ديريكت هكا بعد منها بيان سير منصه سياسيه فيسبوك ولات منصه تاع بوليتيك راه راك شفت لافير تاع دونالد ترامب وهذيك لافير تاع لي الدوله ليدونتيتي تاع الناس بالفيسبوك صارت مشكله كبيره وصلت حتى الكونغرس وصلت تزور الانتخاب ولات منصه سياسيه ديريكت الاخر والتيك توك دايرينه للتبرديع بغاو يسوقوا للجزائريين والشعب الجزائري بصفة عامة بغاو يقول لهم باللي التيك توك غير الشطيح والرداح والله غير كانوا يقولوها لي انا ثاني صح فوالا ولات الناس كنت تقولها بدي والله لو كنت نضرب طلع في التيك توك وكأنك ارتكبت كبيرة من الكبائر شتي دخلت التيك توك انت مو دخلت التيك توك انت مبشر بجهنم يجدك تدخل التيك توك فاهمني انا ثاني انا تبين نو على بالي عم بالي غير تدخل يبدا السيئات يطلعوا بغاو يوصلوا لك كلام كبير بغاو يوصلوا لك في كلام اللي كلمه تيك توك تطيح تحشم تقول قدام بيك تيك توك ولا قدام امك تيك توك وهو هذه اللي لقى ملا دروك باش الناس تفهم ما هو التيك توك تيك توك ما هو منصه اعلاميه توصل فيها واش راك حاب انت باتريون مثلا باتريون جوا باتريون اللي صنعه واللي داره الاول صنع امريكا
حل الباتريون هو وداره للناس الفنانين ولا اغلبهم الفنانين اللي ما عندهمش مساعدات، اللي ما عندهمش، دار لهم الناس اللي تحبهم وتسيبورتيهم تنجم تعاونهم في الباتريون. راك معايا؟ صح. دخلت انا الباتريون بعد ما حاصروني في الفيسبوك وحاصرونا باتو اللي يحطوها يطيروها لنا بالسينيال. باتريون ما تقدرش تطيرها، طير للسماء وتهبط ما تقدرش تطيرها، تبقى في علاش؟ السحاب. الناس يدخل الباتريون غادي تابوني بان اورو ولا دوز اورو في الشهر. صور دير هذه بلاتفورم خالص مولاها، سي بون، السلام عليكم. لازم يوصل المعلومه تاعو على خاطر راه يخلص. فاتيك الصحه. وباتريون عنده نسبه يديها من هذيك هذيك اللقطه تاع الناس ابوني. فهنا تولي بالنسبه للباتريون هو بالنسبه لي قضيه بزنس، ما تنجمش تلعب لها في هذه وتقول طير ما يطير ما يسمعش بك كاع. انا دوك دخلت الباتريون وعيدرتها لهم، فهذا ما يعنيش بلي الباتريون تاع تعيط غير. لا فيه كلش نورمال محتويات كل هو لا علاقه بس، ولكن انا حوستهم على الثغره اللي نقدر نمرر فيها كاع واش نحب. فهذا ما يعنيش باللي باتريون هو موقع ازرق، فهمني؟ تسمى كل واحد يقدم المحتوى تاعه نورمال، كل واحد النظام واش ولا واش ولا يحوس يسوق للشعب، واللي يحوس يسوق للشعب باللي الباتريون راهو تبرديل ديريكت، راه موقع ازرق. ها عباك باللي الباتريون منعوه في الجزائر ولا محيط حليت باتريون قطعوه يا ولدي. حضروا حطوا عليه، حطوا عليه بيان وكاع باللي حضروا في الجزائر باتريون. هي درك اللايف هذا ما يخدموا عليه باش يقصوا. فوالا كون عطيك لو كنت تدخل باتريون في الجزائر ما يخرجلكش، تما لازم لك دير في بي ان. والله بالفي بي ان تدخل له، بصح لو كنت تكتب باتريون يقول لك ما كاش. هو تيك توك هذا ثاني شفت فيه. انا قلت لك رجال سياسيين يعني من الدرجه الاولى، يعني رئيس وزراء قاعد لي بريزيدون عنده في تيك توك فوتو من لي ميساج تاعهم. ديسكو ماغريب، ديسكو ماغريب ماكرون كاين واحد ديسكو ماغريب حطها في تيك توك. تيك توك بيان سور حطها في تيك توك، حسب حطها في فيسبوك ولا في يوتيوب. حطها في تيك توك رئيس الوزراء كل عشيه 10 11 تاع الليل كيما تا هكذا يدير، يخرج يدير لايف مع الشعب ديريكت ويقصر معاهم، طالعين مع الناس ويقصروا. شكون هذا؟ والله غير هو بالعلم الزرقاء يا اخي تاعو. والله غير تاعو مع من راهنا ديسكو ماغريب. عرفته مور الدوبار هذاك. في النورمال عندها تيك توك نورمال. هكذا باش تكون عندك نظره باش ما يدوخوكش. لا صاي يا بربي ان شاء الله نعود تيك توك. هما عندهم الحق يبردعوا الناس في تيك توك. بس انت باش تتكلم على العصابه في تيك توك تاع هذيك الساعه، بصح هما تبردي عندهم، بصح هما تبردي عندهم نورمال. هلا هنايا قلت لك انا هنا كاين تركي يدخلوا عليا ساعه خير فيديو كلمه تاع فرنسا، يدخلوك لي فرونسي يدخلوا عندي طلاين، انا يدخلوا داكاتيرا يدخلوا كذا، كل واحد يعرف المحتوى تاعو عادي خلاص، عنده المتابعين تاعو مريله بيان سور. وحنا يحب يخلطوها لنا باللي اللي يدخل تما راه غير العريان حاشا. عزاك الله دقيقه جواد. هذا مبردع وشابعة بديع، قال لك هربنا منكم الفيسبوك لحقتونا هنا بالتفيش تاعكم. يا خويا واحد ما قال لك روح سمعنا يا عبلة، واحد ما ربطك من الركبه وقال لك روح سمعنا. تنجم تروح تستغل على الشيخ تراكس، تنجم تروح تستغل على شهر الرومانتي. لا هذو اللي يجيو زعما باش يجيو ضدنا، ماشي يشتيو لي وجعهم، تنجم يروح يشوف شهر الرومانتي وتراكس نورمال، اتفرج على العذاب وخلي الكبيك تما وشور. عليك تاعك انت غادي تجي عند امير ولا تجي عند طاهر ايش غادي تسمع؟ لا تسمع غير خطبه خير من خطها والله.
الخطبه اللي تقول اختها للزي للزي غاد والله العظيم. بصح والله والله الا كارثه. بصح يعني كما قلت انت، لازم نستغلوه الماكسيموم هذا التيك توك شوف. لصالح اول حاجه كما يستعملوه السياسيين لصالح الانتخابات تاعهم، حنا غير نستعملوه. شوف اول حاجه لازم تفهم، لازم تعرف واحد العقليه مراد، لازم من الاولى قبل ما تدخل في المعركه السلميه تاعك الاعلاميه ضد النظام، لازم تكون مجهز له القاعده الاعلاميه تاعك. يعني كي تكون مجهز قاعده، كيف تقول تجهيز القاعده الاعلاميه، يعني تكون عندك منصه قويه لديفيزي الاكبر عدد من المشاهدين. اوكي، هذه لازم تديها من عندي اول حاجه. يكون فيها بزاف لي زابوني. دونك انت ولا انا ولا العديد من خاوتنا تسيبهم حالين مليون حساب اسمك هنا. وين هنا؟ علاش هنا؟ باش يعزوك، باش انت تكري بلاتفورم تاعك. الناس تفركت اوليو باش يكونوا 100 واحد عن طهاري، غادي يكونوا 10 عنده، بما ان كاين 10 تاع لي كونت واحد اخرين مقسمين 10 90 في بلاصه واحده اخرى 10 10 سمح له، الاخرين غادي قاعد يضلوهم باش ما يعرفوش الحساب تاعك الاصلي اللي باش توصل منه المعلومة تاعك الكاملة والأفكار تاعك الكاملة. فهنا لازم لك أول حاجة هي أنك تخدم قبل المعركة، تخدم على القاعدة الإعلامية بالمشاركة مع الناس، تقوي القاعدة الإعلامية تاعك باش كي تدخل في النشر ولا في الهضرة ولا في كده ديجا تكون عندها رواج كبير. فعلا. انت ماذا بك يسمعك مليون خمل يسمعك 100,000؟ صح، خاش لان القضيه تعني كامل الجزائريين، ماشي تعني نسبه محدده من الجزائريين. وعددنا ربي يبارك رانا في 40 مليون، ماذا بينا توصل للناس. فوالا. واذا كي تقول في الجزائر ربما تقول كاين مثلا نقولوا كاين 15 مليون واحد عنده فيسبوك ولا 10 ملايين، على حساب كاين الدراري صغار، كاين العجايز، كاين الشيوخ، كاين كذا. فاعلم باللي تيك توك يكون عنده 3 أضعاف. انا بزاف 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 من لي جان ما عندهمش فيسبوك. والله كاين بزاف اللي عارفونا اطرافير تيك توك، الناس اللي تنشر فيديوهات تاعنا في تيك توك. زيدوا خوفوا النظام المره الاخيره هذه، الناس عاد فيسبوك نحيه من التليفون خلاص. فوالا الزوجه كل ما عندوش فيسبوك. اكزاكتومون. الزوجه النظام لو كان يخوف الناس يقول لهم اللي يدير النجم يدوه الحبس، بصح ما ينجمش يستعمل نفس الاستراتيجيه عبر على التيك توك. لا هذه بزاف ما حبوش يفهموها. دروك هذه النقطه انا ما نطلعوا معك كاع الاخر. النقطه الثالثه هي ان نسبه كبيره من اللي غادي يزيدوا يتابعوك من دول مختلفه. مهمة هذه بزاف نقطة هذه. فوالا القضية ما تبقاش غير نسمع طهاري يسمعني وانا نسمع فلان وفلان يسمعني، غير احنا الجزائريين ماذا بينا تزيد تخرج برا. صح. تزيد يسمعوا الشعوب الأخرى اللي العصابة تحوس تروج لنفسها أنها عصابة أنها نظام شرعي وأنهم كذا ومع فلسطين وهذاك الكذب تاعهم في الإعلام. فهنا تكاسينا أنت انترناسيونال. باسكو انت غادي كيطلع معاه واحد تحكي معاه، دير حسابك بلي ماشي وحده اللي يسمع فيك، راه يسمع فيك مثلا كيما انا اللي نهضر معاك انت، وراك باغ اكزومبل انت واحد اخر ماراكش مراد. انت مثلا انت لبناني ولا من الاردن مثلا؟ انت من لبنان ولا من الاردن ولا؟ فماشي انت واحد اللي نهضر معاك، انا نهضر مع 1400 اللي راهي معاك. اي تسمع. فانت مجرد انت كي تشوف زوج جابوهم بلاطو تلفزيون، ماهوش 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 بين المقدم ولا الصحافي ولا هذاك اللي راهم عارضينه الحوار، ماهوش يحاور فيه هو ويتكلم معاه باش يقنع هذاك، هو المشاهدين. مشاهدين هو الصح مع السيد الاخر لك تحاور فيه. فماذا بيك انت كي تحوس في من بعد دوك نقصر معاك بيان بعد نعيط في الاخر نفهمك كيفاش لازم تحوس على اللي عندهم نسبه مشاهده كبيره.
في طليان. ما يهمش في الداخل. نو الداخل، الداخل راه يشوف فيك، الداخل غادي يتبعك اللي يكون عنده نسبه مشاهد. انت تاع الداخل راهم يجوا عندك، انت هما يجوا عندك راهم معاك. بصح الاخر هذاك اللي يكون عنده نسبه مشاهده كبيره في ايطاليا ولا في غيرها، فمنه غادي تزيد توصل القضيه بالطليانيه بالايطاليه بالايطاليه. هذه وتفهموا كاع واش راها، واش كاين واش ما كاين. الجمهور، الجمهور تاعو هو اللي تعود تخاطب فيه، فلربما فيه صحفيين، فلربما فيه محامين، ولا في ناس مطالعين، في ناس كذا، في ناس يبدو يابوني فيك، هما يبدو يابوني فيك. والتعليقات تاع الحمر راهم يجيوكم. ما تعمرش راسك، شوف دروك حنا ما راناش في مرحله ابتدائيه، ولا ما راناش حنا دي زاماتور، رانا عاد نتعلموا ولا رانا عاد بادين. تسمع انا واحد راه متمرس، وراك متمرس ثاني مرات، تكون متمرس مع هادو والسبه تطيح من بعد ما سايبو سايك صار له كيما الواحد اللي يجيبوه بدو يضربوا فيه يضربوا فيه يضربوا فيه، مي فوا يحس غير بالضربات الاولين، ومن بعد الجلد تاعه يموت، لابو تموت خلاص، ما توليش ما تويش اكس تقدر حتى دو خلاص في ليزار يوصل حتى دوالو كنت كثر منه ما يوليش ينفع فيك والله غير كاينه، فهمتني؟ فهي هي هما الاخرين، لا والله ما بلوكيهم، راهم يظلوا هنا ينبحوا، ما بلوكيهم ان شاء الله، على بالهم اللي يتابعوا فيا، على بالهم بلي ما الحمره والبره كما سميتهم انت، ما همش ما 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 ما, ما, ما يحمي ما يبرد بالنسبه لي، لانه خلاص خلاص سي بيريود الاولى يقول يسب لك يشوفك لا تتنرف وتتقلق، ما تقلقش بعد تولي حاجه بانال، تولي حاجه ما كاش كاع. ايوا ما يهبلوا من اللي يهبلوا من اللي ما يسمع لهمش، صح؟ هذا هو الزيد. خليه اللي باغي يذبح، اللي باغي ينبح، اللي باغي يقطع روحه، اللي راه باغي انت عندك تركز مع السوجي تاعك وسلام، لو ما عاد تصور هضر على روحك. هما كما قال لك هاضرين هاضرين يا ودي، والله تخرج لهم يدك من الجنه. يا بزاف يقولوا لي يا طاري وعلاه تسب قدام، يا قلت لهم علي بالحاج خي كان يهضر معاكم بالدين، علي بالحاج كان يهضر معاكم بالايه، وكان يهضر معاكم بالحديث، وكان يجيب لكم الدليل، وكان يجيب لكم احكى لكم على الرسول وعلى اللي جا من وراء الرسول وعلى اللي قبل الرسول، احكى لك عليهم بكل، وحكى نهار حكمتوه مسكين قعدتو حاشاك قعدوه فوق قرع حاشاك وحاشاك قدر وما خلاهم. كل واحد عندك انت دوك انت توصل افكارك كما تحب انت، ليه تبقى كما كل واحد، المهم يبقى الهدف واحد. الاختلاف كما قالها آية حمد ربي يرحمه، قال قوتنا، قالت كانت قوتنا في اختلافنا، كان فينا اللي يشرب، كان فينا اللي كذا، كان يسرق، كانت ناس تسرق ويعاونوا في الثوره بدراهم، كانوا حايد يخدموا في الدعاره حاشاك في باريس، وكانوا يبعثوا دراهم للثوره، وكان المهم يبقى الهدف واحد وحيد. ما تبداش تقول لي تعالى لا لازم تناضل كيما امير، لازم انت تجيب ملفات، انت لازم تناضل كيما زيتون، وكل واحد يناضل كيما يحب، المهم الانسان يكون صادق في النضال تاعو ضد هذه التخمه العسكريه الفويوات. هذه هي، انا تبان لي كيماك والله راني غاض صح. ربي يفرجها ان شاء الله على العباد والبلاد ان شاء الله. احنا شيرنا نديرو فيه، ربي راه عالم به، وخوتنا صدقين راهم عارفينه هذا خيا، وكل حاجه بوقتها، في الوقت اللي خونا عبد الحميد بوزيزه مختطف ومخبي في الاقبيه تاع المخابرات، في الوقت اللي خطفوا ثاني تجديد وداوه للمسكين الحبس، وغيره من التهويل والتخويف وترويع العائلات وتشريد الناس، وموقفين الامهات عند البيبان تاع بس دايرين لاشين باش يدخلوا يشوفوا ولادهم، وحاقرين الزوا ولادهم بينهم في الحبس والباطل، عايشين الميليشيا تاع البوليزاريو ومنظمة البوليزاريو الإرهابية عايشة بدراهم الشعب الجزائري، وتسافر في الدرجة الأولى في عواصم العالم، وعايشة بأموال الشعب الجزائري، وعايشين وشدوا لهم العفسة. تتكلم في الموضوع موضوع انت عامل المخزن، ايه بس هو هضر لي على الدراهم تاع الشعب الجزائري اللي راكم تصرفوا فيها على الميليشيات، يخبط عندهم ديريكت، فهمت؟ ما عندوش عاود، انا كي حليت لهم هذا الدوسي يخبط عندهم ديريكت الموضوع، انا كي حليت لهم هذا الدوسي كيما حكيت لك ذاك النهار، انا كي حليت لهم ذاك الدوسي
فانا عارف الواجع تاعهم وين راه ونقاط الضعف تاعهم وين راهي نقاط ضعفهم اللي صرفوا وصار فين دم فاد الخزينه يا جدك خزينه كومبليس العصابه ما مدى ميليشيات بيكون يا اخي كان يقول لكم انت مره يا اخي كان يقولوا باللي قتلوا زوج في المنطقه العازله ثلاثه دوك الشوافره تاع كمايل وكانوا يهدوا يا اخي كان يقول لك باللي لن تمر دون عقاب وسنفعل وندير وسندير وقطع منك قطع تيو تاع الغاز قطع كذا قطع منك قطع من هي هنا نورمال مو يفيق واه مي بوش ما يفيق مالك ما بوش ما يفيقوش كبر عليها صايع غالون باغالون دير العروب ما بعينا فهموا فيه بكاع اللغات ما بغاش يفهم ايه هذوك اللي جا اللي قتلوهم شوافرة يا انا قلت لهم النهار الاول قتلتهم المخابرات الارهابيه بوان بار على كاش مازال درو هضروا خويا امير على المخزن والعدو المغربي هذاك والو اليمات هذوما يهضروا غير على اوكرانيا من بعد وخلاص علاش على خاطر يحتاجوها المغرب دروك هما باش تفهم باللي بردعوا في 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 في, في, في امه وقاعدين يتلاعبوا بوصبوع داينه وجايبينه يحوه في الطلعه ويحوه في الهبطه داينه وجايبينه محوي طالع محوي هابط مرمدوه ايوا جيني يقعد يبكي لي البوليزاريو هو عايش الخرا هو عايش خير منه ياكل خير منه يا ودي هو تسيب عايش الخرا وتقرير المصير والبوليزارو ولا من تقرير المصير وتقرير المصير البوليسي هو عايش في الخرا عايش في الخرا بالضبط فهو عايش في مجرى هو عايش في مجرى يا طوموبيل مو تروازوم جايبينها وهو حق باكي دخان ما عنده شو فرحان باللي راح يديروا مو تروازوم واحد راه في التليفون وقاعد يشوف السيميات هابطين تاع تحكوت اللي مهبطين الطوموبيلات تاع تحكوت دينهم يارد وفرحان وميت بالسعاده هو مفليكسي صاحبه 10000 فرحان شوفوا يا احد الوطن ها هي يا ودي انت ما عندكش حق بسكله تاكل الجد انت ما راش عندك حق راح حصل غير معايا شفت الطوموبيلات هاي شفت الطوموبيلات شغل غادي يديروا له العرس تاع امها غادي يرفدوا يديروا لها كورتيج فيهم المهم حنايا في اوروبا رانا نضربوا في الكونج وهما في البلاد قال لك حنا نذبحو ناكلو في الخرفان موت بقلبك الله العظيم فرحة عادة وريو باه يسيلو وجاي السيجي تاعه امير دي زيد ينوض به ويرقد بطهاري وينوض بفلان ويرقد بفلان هذه حياته اليومية انا راني عايش حياه العصابه انا عايش طرب له برا والله لك يا ريثه اقسم بالله لك يا ريثه يا بصح لا باس والله نقول لك انا ديما عندي امل اخويا امير علاش حنا بكري الجزائريين بكري حنا الجزائريين كنا الحوار بين زوج ما نقدر نعرفوا واش نحكيوا مع بعضنا ليه ندافعوا ليه كان فينا كان النظام هذا مخلي فينا واحد المرض تاع العدم التفاهم درك سبحان ربي عدنا نفرح ليش تام رامي يهضروا كيما نقولوا حنا في امورات يعني ما فيها حتى فايده وتلقى ربعه خمسه يطلعوا يقصروا صافا لاباس تحسنت شوي اذا فيها امل ان شاء الله شوف كلام كبير هو لو واحد يجي يقول لي زوج حركه علي انا وانت مثلا يا هل ترى مراد هو اللي روح سنيا مع جاب الاخر ديسكو ماغراف وخرج كاع جمعه المخابرات تاع ماجي انتصر كلو بلاص دار في وهران وجاب له الغريبيه ولا تاي ما يجوش
امير لها معيش لك حياتك والله غير صح. هو خليت اللي راه ياخذ فيك ويحوي فيك ولا والتبون والشنقري عاوج قاعد تتبع فينا انا والله دايرين فيهم الرب قوة والذر في الرمل عناصر المخابرات تقلب رمله تلقى عنصر اللي جايك اصلا نكمل لك نكمل لك هذه حاجه سيريو الو داروا مظاهرات كبيره قالوا لهم قالوا لازم تبلعوا هذا المركز داروها داروا في سونتر فيلو داروا عند الصوص تاع تيندوف الصوص تاع لارمي تاع تيندوفس لا الحكم السيكتور قال لي حكم يحكم في كلش خرج لهم جنرال اللي كان حكم الصوست تاع تيندوف قال لهم نبلعوه والله بهذا الاخر راه سقسي عليها خاوتنا في تيندوف يعرفوا هذا الاستوري بس انا كنت عايش في تيندوف المهم خرج لهم الجنرال تما تاع الاخر قال لهم نبلعوا انيطا ماشي مشكل بس ا كونديسيون بشرط قالوا لقيتوا العسكر زادميلكم لدياركم فوق بناتكم ما تلوموناش بابا من الاخر هو بهذه جابوها لهم قال لهم راكم عارفين هنايا الهيجان داير حاله في تيندوف صدق اللحية في الدين هاد الصوالح اللي نهضر فيهم انا سي سيرياليتي هذه سيرياليتي راهي صاريه لازم نهضرها بهاد لافاسون باش الناس تفهم مليح ما نبقاش نمعني ونشر المهم قال لهم باللي فوالا فوالا اللي بغيتهم بلعوه هما الناس دروك الناس خافت سي نورمال دوك واحد كي يهضر لك على على على, 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 على الشرف ولا يهضر لك في الاخر فهنا الناس ضربت النحل بقات هذه انيطه محلوله المئات يفوتوا في هذه انيطه في النهار وشبيك بزاف بيان سير كوما جاوش بالمئات ما عندناش عشرات الالاف تاع المخابرات بزاف ومنين جاو وعم بالك تاذوك نزلوا مينا السابع جايين من ذنب انا جايك من بعد ولاو يخرجوا هذاك البيبي فوت غلطه المخابرات قال لك يخلصوا ولا بطل لا داير لهم بري داير لهم السولد بروموسيون ولا صح ما يخلصوش بزاف سي بروموسيون باسكو هما عندهم تعاقد هذا اللي طاح صيف سخانه غير بلاش سينو ياكلوهم هذه انيطه متعاقده مع وزاره الدفاع متعاقده مع وزاره الدفاع ايماجيني صح رجله موثقه مع الحكومه على بالي موثقه وتخلص عندهم بيجي وهما الاخرين يخلصوا غير حق الجيتون ذاك الوقت الجيتون كان يدير في بالي 20 ولا 15 الدوره هذه هي انا حسبتها مخابرات كبيره هو الواحد يسوي 15 انا كنت نشوف في ناصر الجن كنت نشوف فيه كبير ناصر الجن هو 15000 يدير 15000 يا ناصر الجن الله لا يتربك يسوى كازميل المهم من بعد كانوا لي يودهم غطي ربهم اغلبهم راهم عناصر عندهم في المخابرات والله بكل الله يا اغلبهم عناصر عندهم في جاتهم من انيطا وهذه انيطا هذا سان اكزومبل على تيندوف في بني والنيف في كوتي تاع بشار كاينه حاجه يسموها زازا ثاني وحده يسموها زازا ثاني دايره متعاقده وكاين في كاع هما بازو بوكو بليس على السود على الجنوب الجنوب ثم راك عارف الجمل يلعب يقول لك باش هي اوليو هو انا راح رايحين بيرميسيون باش يقول لهم ويقول لهم في طعت فشليق لازم يروح بيرميسيون فدار لهم هادشي هي اوليو باش يبنوا لهم سكنات اجتماعيه تابعه لوزاره الدفاع دي لوجمون دو فونكسيون اللي يكونوا تما الاخر باش الناس المتزوجين يجيبون ساهم والاخر ولا يفرضوا حتى على المتزوجين باش يروح تما انيطا يتعمدوا لهادشي والبيجي تاع الاخر تاع العسكر تسمع غير تسمعوا 10 مليار 11 مليار 12 مليار خطره في 22 مليار ما بلاش حتى سكنات اجتماعيه في تيندوف ودراهم تاع الامير يعني هذيك الارقام الحقيقيه اللي يقولوها تاع 11 مليار زعما ماشي اكثر ماشي اكثر النسبه الزياده تاع اكثر تروح بوليزاريو
زايدة تروح البوليزاريو. ها وين تروح؟ والله بين سقسيك، بين سقسيك، بوليزاريو بني ادم ولا مش بني ادم؟ مساكن بين وادم هذوك الزوا ولا خلي خلي الشعب خلي لا لا بوليزاريو، هذه جماعة البوليزاريو هذو ولا راه صالح سي بشر، بشر والبشر يمرض ولا ما يمرضش؟ يمرضوا كفاية. يمرض. كاش نهار شفت انت تاع بوليزاريو دايرين حاطين ستاتيو في فيسبوك يقول لكم عاونوني باش نروح نداوي في الخارج؟ والله غير صح، جامي جامي. والله غير كارثة، والله غير كاينة منها. وتوعنا احنا نهار كامل ضربة الأكسجين خمم في هذيك، هذه النقطة، زيدك ضربة سؤال زاوج، الأكسجين نعطيك هذيك سؤال، احنا توعنا غير نعطيك نلمو. سؤال ثاني، نعطيك سؤال ثاني. قال لك راهو في الحرب بوليزاريو ولا لا؟ اه مع المغرب كاش نهار شفت حرب؟ ما شفتهاش، والله ما شفتها. شفت هذاك كيف اسمه ابراهيم هذاك واقف مع الزوج جنود لا لا حاطهم قدامه. انت شفت حرب من الضرب والرصاص والحجه والغبار والدنيا؟ الغبار ما شفتوش، الغبار ما كانش شفت انت البلوط يصيح والدنيا مضاربه؟ جامي، والله جامي. الحرب وين كاينه؟ كاينه غير فيه كانت الانباء وفي النشرات على 8. نصر الثامنة شوف كاين ابلع صوت ابلع. الغرام، كاين صوت بصح الغرام. وهذا في سؤال ثاني حيرني، درك هما شكرا بيدرو. كيشريوا الماتريال والسوارخ هذو، ها السوارخ هذو الماتريال اللي يشريوا فيه كل عام، هم قاعدين يشريوا تقريبا مين شراه؟ كل عام يشري، وين يروح هذاك القديم، هذاك الماتريال القديم وين يبعثوا فيه؟ النص تاعه يتباع للميليشيات في ليبيا، والنص الآخر يتباع لميليشيات في مالي، ونسبة كبيرة تروح للبوليزاريو باش يخلعوا بها وخلاص. بريستيج تاع اقسم البوليزاريو بالله ما يطيروا به، ما يرنكوا به. والله ملف انترناسيونال هذا، هذا ملف كارثي هذا. هذا هضرت عليه، هذا هضرت عليه انا عندي مده. ونسبه من السلاح تروح للارهاب اللي مولو فيه في الساحل. واللي يكذبوا علينا رقابة دولية وكاينة وعلى الأسلحة وماشي، غير الكذب غير الخرطية، كان والو ها. رقابه أعطيني الغاز باركو دير رايك. كان رقابه دولية، كان رقابه دولية. يديها طوال ولا كيفاش العصابة هذه؟ زعما يديها طوال صح ولا ما لا لا يدين طوال لا والو، واش من كان يدين والو؟ طوال؟ عصابة راهم خاضين اللي يجي ياخذ فيها، والقوى الأجنبية كل واحد راح حاكم تيو يمص من جهة والسلام عليكم من الآخر. هذه عارفين ودايرين ربع مرايم. عارفين ربع اسم عارفين ربع الشعب شهر الجزائري درك عنده ضغط عالمي، ماشي العصابة اللي ضاغط عليه، العالم اللي ضاغط عليه. بيان سير بيان سير. يسمى انايا كي كنت نقول لهم يا ولدي سقوط العصابة هذه راهي مرحلة أولية وهي الأسهل، الضرب الكل راه من بعد مع الدول. ما صح رانيش صح صح نيشان. المهم، والله غير كانت فرصة رائعة، علمتني شوية في التيك توك هذا، قصرنا شوية مع خاوتنا.